ايه شعورك ان انت اول مغرب يخش ستار اكاديمي لحد دلوقتي موجود البرايم السابع موجود في السادس يا حبيبي؟ انا والله العظيم بحس اني شغفت المغرب والله مش عايزين يعني والله العظيم انا احس اني شغفت المغرب وانا مغربي وابقى مغربي وعايش المغرب. شعورك ايه النهارده؟ انت سعد وانت نمنيه المره الثانيه وان شاء الله باذن الله راجع باذن الله، بس شعورك ايه؟ يعني اقدر اقول لك ان الشعور ده ما يا رب يعني ما حد يجربه دلوقتي لانه شعور بايخ قوي ورخم. يكفي ان انت بتبقى قاعد في مكان وصحابك في مكان ما تعرفش انت هترجع ولا لا، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله لو ربنا كاتب لي ان انا ارجع ان شاء الله تكون حاجه كويسه، تكون عوده كويسه يعني، ولو ربنا مش كاتب لي ان انا ارجع يبقى شرف ليا ان انا قعدت معاكم وشفتكم ودخلت وانت نسيم شعورك ايه للمره الثانيه على التوالي بتغني مع صاحبك وحبيبك واخوك محمد عباس على المسرح؟ انا مش متفائل. يعني مبسوط؟ لا مش متفائل. مش متفائل عشانك انت ولا عشان انت غنيت مع محمد عباس؟ وضح عشان قلت لكم اني بحب الكاميرا. وضح عشان الكاميرا بس عشان الكاميرا تعرف. يعني انت مش متفائل انك بتغني معايا ولا مش متفائل؟ لا انا بغني من مع عباس لانه في البرايم اللي فات. والله العظيم احساس عشان البرايم اللي ايه؟ عشان البرايم اللي فات كان وحش. كوبيسو كيسو. يعني انت قصدك ان انا المشكله عندي انا، يعني مش عندك انت. حظي معك وحش. حظي معك وحش. طب بص اقول لك على حاجه، يا رب النهارده.